مثل كل ثلاثة بإيت سمارت مع رنتا فهد بتكون محضرت لنا وصفات بمكون معين، واليوم رح نحكي عن الأرتيشوكة. صباح الخير رندا. صباح النور. شو محضرتي لنا لليوم؟ يلا اليوم عندنا نوعين من الأرتيشوكة، اللي هو الأرتيشوكة القلب والكعب، فرح نكون عم نحضر فيهم أشياء كتير طيبة وصحية. بشو رح نبلش أول شيء؟ بالخبرية. رح نبلش نذكر المشاهدين إنه فيهم يتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج ار دي اف، حطوا لايك وكونوا عم يتابعوني. ورح نحكي عن خبريتنا. نحن بنعرف أهمية الشمندر، مزبوط؟ صح. الشمندر شغلة كتير مهمة وكتير صحية، وبحكي دايما عنه قديش هو مهم حتى يساعد هالأكسجين، مثل بدي أقول أنا، تنظيف الدم بجسم. بس شي مرة تعرفي انه نحن كمان فينا ناكل الاخضر، الورق الاخضر تبع الشمندر، واليوم كثير دراسات بينت اهميه هالورق الاخضر تبع الشمندر. رح احكي اهميته لثلاث اشياء. اول شيء هو بيحتوي على الفيتامين اي، وكل حصه منه اللي هي 38 جرام بتطلع تقريبا كوب منه، هي فيها تعطينا اكثر من نص حاجتنا للفيتامين اي بالنهار. والفيتامين اي بنعرف قد ايه هو مهم للمناعه ومهم للجلده. كمان الورق الشمندر، هذا الورق الاخضر، كثير مهم لانه بيحتوي على كميه عاليه بالفيتامين سي، اللي هي كمان مهمه كثير لشغلتين، لجهاز المناعه والجلد كمان. وبيحتوي هالاخضر هالخضار على البوليفينولز، اللي هن كمان جدا جدا مهمين ليقووا مناعتنا. وتبين كمان بالدراسات انه البوليفينولز، الناس اللي هن عم يكبروا بالعمر، هالبوليفينولز عم يحموا لهم الامعاء كمان عندهم. فاذا تشجيع على شيء بعد عنا نحن عم نجيبه ما نكون عم نكبه. هلا كيف بدنا ناكله لهالورق؟ صح. بينطبخ او هلا دائما وقتها ينطبخوا الاشياء، خصوصا وقتها تطبخيهم وتكب الميات، عم نحكي عن فيتامينز هي بتروح مع هالمي اللي راحوا. فهون في يكون واحد عم يطبخهم بالبخار، ولكن كمان هل فينا نعملهم سلطه؟ جواب هو ايه، عشرت انه نقصها كثير رفيعه لان هي شوي سميكه، ونكون عم نعملها مساج بالزيت والملح، او كمان فينا نعملها بسموذي نكون حطيناها. وفي اشخاص لورا بيعملوهم مربى، وفي اشخاص بيعملوهم كبيس. فهون طعمتها طيبه؟ هي بين، بدك تفكري انه هي مثل طعمه السبانخ، ولكن مره شوي مرة اكثر. مره ايه بتخيل انا مره. فهون نحن بدنا نصير نطيبها بالدريسنج، اما الصوصات اللي عم نحطها المهم انه بتغذي وبتفيد. بتجنن. ننتقل للأرتيشوكة. يلا شو محضرتي لنا اليوم؟ ثلاث اطباق مزبوط؟ هن طب رح يطلعوا طبقين بالنتيجه، بس هلا لانه في طبق حطيناه بقلب الثاني. اوكي. سو رح بلش انا بهيدا البان دو كومبان، هيدا النوع من الساندويتش اللي هو ساندويتش المفتوح، بناكلها مثل ما هي، يعني ما بنسكره لهيدا الساندويتش. بهيدا الساندويتش انا اللي عامله انه عندي شقفه من الخبزه، واكيد هي البان دو كومبان، وجايبتها الخبزه بالقمحه الكامله، حط عليها ملعقتين من الحمص، فاذا المارغه ملعقتين من الحمص كبار. بعدين جايبه هون لب الأرتيشوكي، ومقطعته حاطه كوب، مقطعته صغير، وحاطه معه ملعقه زيت زيتون. كمان جايبه نص كوب انا من الروكا، فاذا حطينا الحمص بنحط الروكا فوقهم، بعدين بكون بنحط الأرتيشوكي اللي نحن عملناها فوق. بعدين جبت البين سبراوتس، هن هولي الحبوب الفاصوليا اللي هن البرعم بنقول لهم، كمان حطينا ثلث كوب مثل ما شايفينه هون بالاصفر، وحطينا ملعقتين كبار من الفتة، واكيد حبتين من الدرايد سان درايد توميتو اللي عم يعطوا طعمه ونكهه كثير طيبه للمأكولات، ورشه من الزعتر اللي هو الزعتر الاخضر. عم بتخيل هالطعمات مخلوطه مع بعضها، يمكن فينا كمان نعملها بساندويتش عاديه يلي بحب. مزبوط. بس بتعرفي شو لورا، استعمليها هيك ببين انه انت اكلتي وقعه كامله، يمكن الساندويتش اخذتيه فيك تقولي على السريع. هون عندنا وجبه كامله بكل المتممات الغذائيه اللي فيها، من النشويات، من البروتينات، من الدهنيات، في بهالطريقه عم هيك عم نحكي انه حتى باكلها بالشوكه والسكينه، بكون عندي عملتها كبرانش يعني، اما عملتها كعشاء
فهي الفكره منا اكيد فينا نعملها ساندويتش، بس الفكره منا انه هيك يقعد واحد ياكلها على مهله يتلذذ فيها وياخذ تطلع وقعه كامله. اكزاكتلي. هلا هيدي الوقعه تقريبا ليش؟ لانه فيها تقريبا 380 وحده حراريه، يعني اللي عم يعمل دايت هي وقعه صغيره، يعني وقعه فيها تكون وقعه ترويقه او وقعه عشاء حسب الشخص، اذا هو بحب ترويقته تكون كبيره مع شيء يكون كبير. طبعا هون عندي حصتين تقريبا من النشويات، نشويات وصلنا على 47 جرام، يعني بنقول لهم 2 حصص 2 سيرفينجز من النشا. عندي 17 جرام من البروتين، وكمان بتعطيني كميه كثير كبيره من الالياف. فاذا هون عندي البروتين كميه كبيره عم تعطيني الالياف وعطتني النشويات. رندا خلينا ناخذ وقفه وبنرجع. اكيد. منتابع إيت سمارت مع رندا فهد. الأرض الشوكة تعرفنا على أول طبق، وصلنا للثاني ولا بعد بدك تزيد الشيء بخصوص أول طبق؟ لا، لكن أول طبق هذا اللي قلنا عنه وحكينا عن النيوتريشن فاكتس تبعوله. هلا في أشخاص فيهم يكونوا عم يخففوا منه، يمكن بدهم يخففوا الدهنيات، ساعتها فيهم يشيلوا ملعقة الزيت اللي زايدينها، أو يمكن فيهم يشيلوا سان درايد توميتوز، لأنه نحن هون عندنا مصدر دهنيات من مصدرين. لكن أنا بدي أقوله إنه هول دهنيات كثير جيدة، فمش غلط إنه كنا نحن نكون عم ناخذهم. المصدر الثالث على فكرة هو الطحينة الموجودة بالحمص، صح. فهون عنا مصادر، ولكن هالدهنيات اللي كتير جيدة اللي هي عم تحمي القلب. رح انتقل للطبق الثاني اللي هو حطينا كعب الارتشوكي هون، فأنا عملته بشكل سلد. هلا مشان هيك هون تحت أول شيء دايما سلد، عملت لها بيس حتى أكون عم بعطيها فوليوم، اللي هو جبنا الخس لولو الأحمر، فينا نعمله حيالله خس، فينا نجيب اللولو الأخضر حيالله شيء، وحطينا كمان قصقصنا شوية برشنا جزر وزي ينا فيها. ولكن شو عندي هون بالأرتشوكة؟ بقلبه الأرتشوكة اللب أكيد بدي يكون أنا سلقته، لأنه هو كتير قاسي وبده يكون عم ينسلق قبل ما نكون عم ناكله. وبنفس الوقت أنا بهيدي الريسيبي رح نطلع حتى الكينوا، حتى الإدمامي، حتى المانجو، حتى خيار، حتى جزر، حتى إذا الكاميرا كمان هم بتفرجينا كمان المشروم، وحاطين الرمان. فنحن كيف عاملين هون؟ سلقنا الأرتشوكي، وكمان اكيد نحن غلينا الكينوا. هلا الكينوا هون انا مستعمله 3 كوب، مشاهدين صاروا بيعرفوا، وقت احكي 3 كوب يعني عم بحكي على حصه نشويات. نحن الكينوا هي رح احكي عنها اكثر الاسبوع الجاي، بتحتوي هي بروتين، بناخذها كبروتين ولكن هي بتحتوي مصدر للنشويات، فاذا هون انا الثلث كوب هي حصه نشويات، لانه هالصحن كله رح ياخذه شخص واحد، مشان هيك انا حاطه ثلث كوب من الكينوا، وبقلبها مقصقصه ملعقتين من الجزر وملعقتين من الخيار، وكمان جبت نص كوب من المشروم، اما الفطر قصقصته، وكمان مثل ما شايفين هون حطيت ملعقتين من الرمان، وكمان عندي بيكون المانجو، بأكلنا شقفة منها وضل في الشقفة الثانية قصقصت ملعقتين منها لكل شخص، وحتى ملعقتين إدمامي. بزيد هالسويتنس يعني على الطبق 100%. فهولي خلطتهم كلهم سوا، وهالكمية اللي أنا حكيتها رح تعبي 3 من كعوبة الأرتشوكي، فعبيتهم للكعوبة هون. طبعا هيدي هي سلطة، فبدي أعملها الصوص. هلا الصوص هون عملتها صوص كثير كثير عاديه بيسك. ليش؟ لانه وقت يكون عندي كثير طعمات عم تاكليها لورا، الصوص بدها الصلصه بدها تكون عن جد كثير عاديه وما نكون عم تفلسف فيها. هلا هون انا مخففت لها الزيوت، عندي شخص واحد عم ياكل هالطبق، فانا حاطه ملعقتين من الحامض كبار، وحاطه ملعقه صغيره من الخردل، عم بخلطهم سوا مع ملعقة صغيرة من الزيت، أكيد الملح والبهار.
إذا شوي بدي خففها بحط لها نقطة مي، وإذا حاسة حدة في حط لها نقطة صغيرة من العسل كمان فيكوني طيبة فيها. هو الأرديشوكة أصلا طيب معه الحامض 100% 100% مثل كيف بنغطسه يعني قد ما كانت حامضة قد ما أطيب يمكن 100%. فهيدي الصوص هي لشخص واحد عم نكون نحن عم نحطها فوق صحننا، وهيدا الصحن مثل ما قلت هو لشخص واحد من السلد، ولكن هيدي سلد هي سلطة أساسية يعني صحية دش يعني على جنب، لكن أنا إذا بدي أكلها لحالي وأكلها كلها عشية رح مش أكلها وأكل معها ترتين وإلى آخره، unless نحنا شركنا أو يمكن أنا أخذ هالخبزة اللي أنا حكيت عنها أرجع أخذ قلب واحد من هيدا الأرتيشوكي، هيك بكون عملت وجبتي كاملة. بهيدي الأرديشوكي تقريبا هي بتحتوي على 250 وحده حراريه كل هيدا الصحن اللي نحن عم نحكي عليه مزبوط كثير خفيف، بتحتوي على 16 جرام من البروتينات، دائما عم فرجيكم البروتينات قديش هي عاليه، بتحتوي على 49 جرام من النشا، وكمان هون بتحتوي على 11 جرام من الالياف. وكمان بدي احكي عن الالياف شغله، انه بذكر دائما المشاهدين اذا الشيء اللي عم تاكلوه سلطه صغيره اما اكله فيها اكثر من 3 ل 5 جرام الياف يعني في الياف كثير مهمه، فهون عندنا 11 جرام من الالياف يعني شغله كثير مهمه. وبنعرف نحن اهميه الالياف للجسم، يعني اللي عم يعمل دايت هيدا طبق بشبع وبغذي وبنفس الوقت ما فيه كتير كالوري. مزبوط، هيدا كمان اللي ما عم يعمل دايت هيدي سلطة بتجنن، فيكون عم نعملها فيها كتير مكونات يعني اكزاكتلي وغذائيا هو بيكون كامل، الأشخاص الرياضيين في ياكلوه، والأشخاص اللي بدهم هالموانع التأكسد كلها حتى تكون عم تحمي جسمهم أكيد فيهم يكونوا عم ياخذوا هالطبق. اوكي، شو بعد ممكن نقدر نعمل بالأرديشوكي؟ هلا أرديشوكي بنعمل فيه كثير اشياء، انا بعمل فيه اليخنه، بنعمل اليخنه اللي حدا رز بنحط معها اللحمه مع لحمه، الأرديشوكي فيه ينسلق ويكون وافضل نجيبه معلب ولا نجيبه طازه اخضر؟ هلا الطازه دائما هو افضل، ولكن هل هو متوفر؟ اذا ما انه متوفر بدنا نجيبه معلب من ميلي من ميلي، هل انا حتى لو متوفر عندي الوقت اني اكون عم بسلق اللي هو كثير هين يعني بيتغسل وبينحط وبينسلق، فهون بس كمان اذا بدك تقصيه وتكوني عم تستعمليه بهالطريقه الطازه بده وقت اكثر. اوكي، فهون وبدك درجه الاستواء بدها تكون مضبوطه، فهون المعلب بيجي، المعلب محفوظ بس بالمي والملح، غسلي وخلص منه كارثه، ولكن اللي بده يتسلى بالبيت وبلا ما يكون عم يلقمش اشياء بلا طعمه بلقمش الراس الأرديشوكي وبيطبخ الكعب. اكزاكتلي، هيك يعمل هيك يعمل. ميرسي رندا، عن جد بشهوا كثير طيبين يعني مبينين الوان وكثير حلوين. بنشوفك لكينا بحلقه جديده بكره او السبت، السبت ان الله اراد. مشاهدينا بعد البريك بنتابع بالفقرات.